الله الرحمن الرحيم. نحن هنا على أرض قطاع غزة في فلسطين في مجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر المستشفيات هنا في قطاع غزة. نتيجة للأحداث الجارية منذ الأمس وحتى اللحظة، وصل إلى هذا المجمع أكثر من 15 شهيداً، بالإضافة إلى أكثر من 100 جريح، العديد منهم في حالة الخطر. إننا من هنا من قطاع غزة نطلق نداء استغاثة إلى الإخوة الداعمين لمؤسسة تويزا في ألمانيا، وذلك لتقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني هنا ولجرحى القابعين في هذا المستشفى، حيث أنهم بحاجة إلى الكثير من المستلزمات الطبية والأدوات المساعدة حتى يتعافوا بإذن الله في القريب العاجل. بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل الخير.